تمزق الوتر البعيد للعضلة ذات الرأسين العضدية. تمتد العضلة ذات الرأسين من الكتف إلى المرفق في الجزء الأمامي من الذراع. يربط وتران مفصلان الجزء العلوي من العضلة ذات الرأسين بالكتف. يندمج رأسا العضلة في القسم البعيد من الذراع ليشكلا في النهاية وتران يرتكز على حدبة الكعبرة. يسمى هذا الوتر وتر العضلة ذات الرأسين البعيد. حدبة الكعبرة هي نتوء صغير على عظم الكعبرة في الساعد. الكعبرة هي إحدى العظمتين الموجودتين بين المرفق والرسغ اللتين تشكلان الساعد. يمكن لتقلص العضلة ذات الرأسين أن يؤدي إلى سن المرفق إلى الأعلى، ويمكنها أن تدور الساعد بحيث تشير راحة اليد إلى الأعلى. تسمى هذه الحركة بالاستلقاء. يوفر سفاق ذات الرأسين ارتباطاً بعيداً إضافياً عن طريق الاندماج مع اللفافة فوق عضلات الساعد المسنية وارتكازها على عظم الزند. يحدث التمزق عادة عند أو بالقرب من موضع ارتكازه على عظم الكعبرة، ولكن في بعض الأحيان قد يكون القطع عند الوصل الوتري العضلي. في هذه الحالة غالبا ما يكون الإصلاح الجراحي غير مرضي. في معظم الحالات يكون تمزق وتر العضلة ذات الرأسين البعيد كاملا بحيث ينفصل الوتر تماما عن نقطة ارتكازه على العظم، لكن يمكن أن يحدث تمزق جزئي حيث لا يتم قطع الوتر بشكل كامل ويمكن تحسسه عند طية المرفق. بمجرد حدوث قطع في الوتر فإنه للأسف لن يلتئم من تلقاء نفسه، وبدلا من ذلك سيستمر الوتر في التراجع بعيدا عن العظم وينزلق إلى أعلى الذراع بينما تنقبض العضلة دون مقاومة، مما يجعل الجراحة ضرورية. قد نلجأ للعلاج غير الجراحي عند المرضى كبار السن أو المرضى ضعيفي الحركة، خاصة عندما يحدث تمزق في الذراع غير المسيطرة، أو عند المرضى مع مشاكل طبية تزيد من خطورة العمل الجراحي على حياتهم، بالإضافة إلى المرضى الذين يعانون من تمزق قديم لم يشخص أو أولئك الذين تأخروا في طلب العلاج ولديهم تمزقات مزمنة أو غير قابلة للإصلاح في الوتر، والتي قد لا تكون فيها نتيجة الإصلاح الجراحي أفضل بكثير من العلاج غير الجراحي. عندما يتم علاج تمزق وتر العضلة ذات الرأسين بطريقة غير جراحية، يحتاج المرضى عادة إلى إراحة المرفق باستخدام جبيرة أو وشاح معلق للذراع لمدة 3 إلى 4 أسابيع، إعطاء الأدوية مضادات الالتهاب اللاستيرويدية NSAIDs للمساعدة في تخفيف الألم والتورم. مع تراجع الأعراض سيبدأ المريض ببرنامج إعادة تأهيل تحت إشراف معالج طبيعي. يتضمن البرنامج غالبا فترة علاج تتراوح من شهر إلى شهرين. كما ذكرت سابقا يمكن لعضلات الذراع الأخرى تعويض الوتر المصاب، مما يؤدي عادة إلى الحركة الكاملة والقيام بوظيفة مقبولة. ومع ذلك إذا ترك التمزق دون إصلاح جراحي سيفقد المريض 30% من قوة السني و45% من عزم دوران الساعد للخارج أي الاستلقاء. لكن بعد الإصلاح الجراحي يتم عادة استعادة ما يقارب 95% من القوة الطبيعية في كلتا الحركتين. عند المرضى مع تمزق جزئي في الوتر فمن المفيد تأجيل إجراء الجراحة ومراقبة التحسن، فقد يتعافى الوتر. إذا لم يحدث تحسن ملحوظ خلال 3 أشهر فمن الممكن إصلاح الوتر بشكل عادي في تلك المرحلة. عادة ما تشفى التمزقات الجزئية خلال 6 إلى 8 أسابيع. في التمزق الكامل يجب إجراء الجراحة لإصلاح الوتر مباشرة خلال أول 2 إلى 3 أسابيع بعد الإصابة. بعد هذا الوقت يبدأ الوتر والعضلة ذات الرأسين بالقصر والتندب وتصبح الجراحة أكثر صعوبة، وقد لا يكون من الممكن استعادة وظيفة الذراع بعد الجراحة. في الإصلاح المباشر يقوم الجراح بإجراء شق صغير عبر الذراع فوق المرفق مباشرة، ويقوم بسحب الوتر عبر الشق. يقوم بتحضير النهاية الحرة للوتر حيث يقوم بتنظير النهاية المتأزية أو المشرشرة للوتر، ثم يقوم بخياطته. يتم تحضير مكان ارتكاز الوتر على الكعبرة أي الحدبة الكعبرية، حيث يقوم الطبيب بإنشاء ثقب صغير في العظم يتناسب في الداخل مع الوتر ويكفي لاستيعاب زر مستطيل خاص. يزرع الوتر على الزر ثم يمرر عبر الثقب الذي تم تجهيزه ويثبت الزر على الجانب الآخر من العظم، مما يمنح قوة ممتازة لعملية الإصلاح. إذا مر أكثر من 3 أو 4 أسابيع على التمزق فسيحتاج الجراح عادة إلى إجراء شق أكبر في الجزء الأمامي من المرفق، ونظرا لأن الوتر سوف يتراجع إلى أعلى الذراع فستكون هناك حاجة إلى طعوم وترية من أجل إعادة توصيل العضلة ذات الرأسين بنقطة ارتكازها الأصلية على الحدبة الكعبرية. إعادة التأهيل: سيضع المريض ذراعه في وشاحة أو جبيرة لمدة 3 إلى 4 أسابيع. يبدأ برنامج العلاج الطبيعي لمدة 2 إلى 3 أشهر حتى يستعيد الذراع قوته ووظيفته.
يجب تجنب تمارين العضلة ذات الرأسين حتى 4 إلى 6 أسابيع على الأقل بعد الجراحة.